ايوه طيب حولهولي. ايوه يا فوزي تمام الحمد لله. موضوع ايه؟ لا طبعا ما اقدرش اسيب الشركه، انا عندي شغل كتير جدا لازم اخلصه قبل ما ماجد يرجع من تركيا. ايوه يا فوزي، يعني ايه الموضوع المهم؟ مش فاهمه. ما ينفعش في التليفون يا زهرة، ده موضوع خطير جدا ولازم نتقابل ونقعد نتكلم فيه وندرسه كويس، وإلا هيحصل حاجات مش كويسة. لا مش هتأخر عليك، كلها نص ساعة وأكون عندك على طول على طول، ما تقلقيش. مع السلامة. ايه يا فوزي في ايه؟ أنا عايزك تصفي كل أملاكك اللي هنا وبسرعة. ليه؟ هي الحكومة ناوية تأمم أملاكي ولا ايه؟ تأمم أملاكك ايه؟ الحاج فرج جلسة إعادة محاكمته الشهر الجاي وممكن يحكموا له بالبراءة. من أول جلسة كده؟ وليه لأ، كل شيء جايز. طب حتى لو ده حصل إيه المشكلة يعني؟ خايف عليك من انتقام يا زهرة. أنا لسه كنت مع منتصر وبيقول لي إن الحاج مصمم وراسه ألف سيف إنه يفضل ورانا وما يسيبش حقه حتى لو بضرب النار. وعشان كده عايزك اليومين دول يعني تبعد شوية لحد ما نشوف الأمور هترسى على إيه. طب وبعدين بقى؟ وشغلي اللي هنا هعمل فيه ايه ده؟ شغلك هيفضل زي ما هو. اعملي لي انت بس توكيل بالاداره وخلاص من الفيلا بتاعتك. هي مش باسمك؟ ايوه هو مسجلها باسمي بس العقود كلها معاه. خلاص سيبك من موضوع العقود، انا هتصرف اجيب نسخه طبق الاصل بالشهر العقاري. طب وشاليه شرم الشيخ؟ شاليه شرم الشيخ ده مش انت مشتريها بعد الطلاق؟ انت مسؤول يا فوزي، ما انت اللي مسجلهولي. طيب خلاص ما تخافيش عليه. المهم قلت لي رايك ايه؟ قولي بصراحه كده، الراجل ده ممكن يطلقني من ماجد؟ أنا أكيد اتصبت عيني. ما تخافيش يا زهرة، مفيش حد في الدنيا هيقدر يفرقنا عن بعض. أنت مراتي وهتفضلي مراتي لحد ما أموت. بعد الشر عليك يا ماجد، ما تقولش الكلمة دي تاني. على العموم أنا ممكن أعمل بنصيحة فوزي، إحنا ممكن نسيب له البلد باللي فيها ونسافر أي بلد تانية، قلت إيه؟ هي فكرة كويسة بس أنا خايفة أمي ما ترضاش. أنت عارف إن أنا حامل وماجد لسه صغير، يعني محتاجاها جنبي قوي. ماما بتحبك ولو سافرتي هتسافر معاكي لاخر الدنيا، ما افتكرش انها هتقول لا. لا يا زهره، انت عارفه كويس قوي ان انا نادره ما سافرش الا عشان حج، والحمد لله انت هتسافري حبيبتي ومعاكي نوال وانا مطمنه. انا بقى هروح اقعد مع خالتك. ازاي بس وتسيبيني لوحدي يا ماما؟ ماما جاك مو يموك. وتقعد لوحدك ليه؟ ما تقعد مع مراتك بديعه بدعدع. اهل مراتك يونسوك. يونسوني فين يا جدعان؟ انتوا مش حاسين الاحساس اللي انا حاسه؟ انا حاسس وانا قاعد في وسطهم، حاسس ان انا قاعد في الاخره. بص يا زهره يا عسل انتي، انا مستعد هنا افضي ميه حمام السباحه ده وافرش واعيش انا وبديعه ونخلي بالنا من الفيلا. لا الفيلا هتتاجر، فوزي يعمل لها اعلان في الجرايد من بكره. وهتاجري الشركه كمان؟ لا فوزي عايزني اعمله توكيل بالاداره. يا دي فوزي، يا دي فوزي بقى تأمني فوزي وما تأمنيش أخوكي. يا ريتني كنت كملت تعليمي. أيوة مسكوا القط مفتاح القرار. قرار إيه بس يا أما؟ فلوس زهرة فلوسي، دي أختي حبيبتي. لا فلوس زهرة فلوس ولادها. على عموم ماجد مش عايزنا اشتغل هنا، عايزنا اصفي كل حاجتي يبقى اشتغل برا. يا نهار اسوخ، يعني كده هرجع عواطلي تاني؟ يا ابن ارجع شغلتك في المجاري اللي كنت فيها. مجاري ايه يا أما؟ مجاري ايه؟ ايه الريحة الوحشة دي واحنا قاعدين في وسط الورد؟ هرجع اخد 300 ملطوش تاني. ما تقلقش يا خليل، هبعت لك ميتك كل اول شهر مع فوزي. يا دي فوزي، كل شوية فوزي فوزي فوزي، ناقص حل صورته ببيتنا. الله ما تتلم يا واد انت امهار، على رأي المثل اكله بحلقة. فوزي مش بيبقشش عليك من جيبه، كل ده من فلوسي انا. وانت بقى ناوي ترجع لشغلتك القديمة في المجاري؟ اعمل ايه؟ ما هي دي الشغلانه اللي انا فاهمها وحاسسها وشاممها، ده انا بسببها عملت اللحميه مرتين. بقى بالذمه يا ناس، دي اخت دي سايباك كده متعلق في الهوا. بالذمه انت مش ملزوم منها ولا ايه؟ هو انت مش اخوها؟ يا تكوكسه، مش كنت تقولها تاخدنا معاها؟ تاخدنا معانا فين؟ ما انت عايزانا نقفل البلد اللي هي رايحاها. ليه؟ هي مش هتفتح مشروع هناك؟ انت فاهمه الحكايه غلط يا بنتي، هيعيشوا هناك بمرتب جوزها.
امال فين الفلوس اللي كانت متلتله على قلبها قد كده؟ متلتله؟ انت فاهمه الحكايه غلط. ده انا ما صدقت واقنعتها انها تبعت لي عرق كل شهر باكو كتعويض يعني. باكو بقى من 3000 ونص ل 1000 جنيه ودول هيعملوا ايه يا خيبتك؟ هنعمل ايه بقى؟ اهي نوايا تسند الزير. طب وكان لزومها ايه الشحطاطه ليها دي بالاول؟ قولي لامك. مامك هي سبب الاعمال اللي كانت بتعملها لها. انا مش هممني دلوقتي الاكل والشرب، انا مفكرش فيه خالص، انا بفكر في المزاج بتاعي هجيبه ازاي. يا اخويا تنيل على عينك، قال على راي المثل عريان الراس وعامل لي بصباص. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، الفراخ اتحرقت على البوتاجاز. بتكلم؟ اتفضل. احب ابلغك تحيه تقدير واعجاب مبعوثه لك عشان النجاح الكبير ده. متشكره. الحقيقه مدام زهره، محدش كان يتوقع انك في المده القصيره دي تحققي النجاح الكبير ده. الحمد لله، التوفيق من عند ربنا. وافتكر ان التوفيق ده مدعوم بفلوس، احنا عارفين مصدرها كويس. والله انا ما حطيتش ايدي في جيب حد، كل ده باجتهادي الشخصي. اي نعم خدت قروض من البنوك لكن سددتها كلها الحمد لله. ومين بقى اللي سهل لك كل القروض الكبيره دي؟ مش احنا يا مدام؟ وش مالنا؟ ما في ناس كتير جدا خدت قروض وفلسعت بيها على بره. انا الحمد لله ما عملتش كده ومش ناوي اعمل كده في يوم من الايام. عموما يا مدام احنا اديناكي فرصه عشان تشتغلي وتكبري شغلك، وبعد كده هنتحاسب. المطلوب ايه؟ انت فاكره الشروط اللي انا قلتها لك قبل كده بالنسبه لمجموعه فرج ابو اليسر؟ اه. طب لو قلت لا؟ هترجعي زي ما كنت وهنقف ضدك. احنا قوة لا يستهان بها في مجال رجال الاعمال، واظن ان انت عارفة كده كويس يا مدام. يعني الكلام اللي انت بتقوله ده بقى احطه تحت بند التهديد يا استاذ كمال ولا ايه؟ وليه تعتبريه تهديد؟ بتعتبريه اتفاق؟ وتأكدي يا مدام ان احنا هنعوضك عن كل قرش هتدفعيه. عموما انا ما عنديش اي مشكلة، انا اصلي ان شاء الله مسافرة بيروت كمان اسبوع، مش هقعد هناك كتير، يومين ثلاثة. اول ما ارجع هديك تليفون ونقعد نتفق مع بعض. حقيقة انا ملاحظ المره دي تفكيرك احسن من المره اللي فاتت. المره اللي فاتت الفلوس مش فلوسي وصاحب المال ما كانش موافق. اه صحيح، انتوا عملتوا ايه مع منتصر؟ الحقيقه منتصر ده انسان عاقل وبيحاول ينقذ مجموعه فرج من الدمار. على فين؟ انت لسه ما شربتش القهوه. ما انا سبق وقلت لك هشرب وهشرب معاك كتير قوي، بس ده بعد ما نتفق. بعد اذنك. مع الف سلامه يا فندم. تعالي يا نور بسرعة. نفسي اعرف مين الراجل الغريب ده. مش مهم دلوقتي، الحجز بتاع بيروت عايزاه النهارده بعد الظهر ضروري. ليه؟ ايه اللي حصل؟ اعملي زي ما بقولك. طب افرضي ما لقيتش النهارده؟ اتصرفي على اي طيران، ان شاء الله حد طياره خاصه. اوكي. نوال. ايوه يا زهر. مش عايزه الجنس مخلوق يعرف ان انا سافرت النهارده، واعملي حسابك كلها يومين ثلاثه وتحصلين. لا هنعمل ايه؟ حظنا معاك كده بقى يا عريس. طيب يا سيدي. لا لا احنا هنكون مسافرين. اه هنكون سافرنا طبعا. تأجل؟ ايه يعني تأجل الخطوبه؟ لا اوعى، ده انت لو اجلت مش هتتجوز في سنتك. طبعا. انا هكلمك بعدين. لا على العموم احنا ممكن نعزمكم عندنا اسبوع في شهر العسل، وهكلمك واقول لك احنا في انهي بلد. ماشي يا سيدي. طيب طمني، العروسه حلوه؟ بعت لنا صورتها على الايميل. اه زوره بتقول لك ابعت لنا صورتها على الميل عشان نديك الاوكي. اوكي اوكي ماشي، احنا مسافرين بعد بكره. يلا مع السلامه. مقنع وانا كذاب؟ هما مسافرين فين؟ مسافرين بره. انهي بلد يعني؟ ما مرضيش يقول لي ابن ال... بس انا ماما حاسه ان السفريه دي فيها ايه. يكونش مراته هبشت هبشه من بتوع البنوك دي وناويه تهرب؟ والله ممكن. ادينا جبنا الفيلا يا ستي.
حلوة قوي 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 قوي. وإيه رأيك بالمنظر ده؟ حلوة قوي 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 قوي. أنا بقى عندي اقتراح. إيه هو؟ إيه رأيك تفتحي مكتب استيراد وتصدير؟ استيراد وتصدير؟ طب هصدر إيه وهستورد إيه؟ ممكن تعملي دراسة في السوق، تشوفي إيه الحاجات اللي مش موجود منها دي تستورديها، والحاجات اللي موجود منها كتير دي تتصدر، حاجة بسيطة يعني. شفتي بقى الشوام شاطرين إزاي؟ سوريا ولبنان بلاد التجارة. أنا بقى أبويا الله يرحمه كان تاجر، بس أنا بقى ما غويتش التجارة. أنت لو كنت غويتها كان زمانك دلوقتي نفعني. يا سلام، ومين قالك ساعتها إن إحنا كنا هنتقابل؟ ليه؟ أنا كنت هاجي أشتري منك وأنفعك. أنا شايفة إن الكلام اللي بيقوله ماجد مظبوط. على العموم أنا في هنا تجار كبار صحابي، ممكن تقعدي معاهم وتفهمي منهم وضع السوق. إيه رأيك؟